قضية التعليم تشكل أحد العناصر الرئيسية للدولة المصرية، ملف وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته، وظهر هذا جليا في خطابات الرئيس في مناسبات عدة، ربما كان آخرها أعلان الرئيس السيسي أن 2019 عام التعليم في مصر والنهوض به. إعلان عام 2019 عاما للتعليم. اثنين، إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد. تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات. إنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفني والتقني وفقاً للمعايير الدولية. كما وجه الرئيس بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية بالجامعات المصرية، والسماح لطلاب المدارس بممارسة الرياضة والثقافة بمراكز الثقافة. وفي إطار العلاقة بين الحكومة والجامعات الخاصة، فقد تسببت المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم عمل الجامعات الخاصة والأهلية، والتي ظهرت في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة في يناير 2018 في إثارة أزمة جديدة بين هذه الجامعات من جهة ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى، حيث أرسل عدد من رؤساء الجامعات الخاصة وقتها مذكرة رسمية للمجلس لرفض مشروع القانون. ومع بداية كل عام دراسي تحدث حالة من الجدل حول الجامعات الخاصة بشكل عام ومصروفاتها بشكل خاص، حيث شهدت السنوات الماضية شكاوى متكررة ومتصاعدة من أولياء الأمور من المغالاة في المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة. وهنا نطرح سؤال هام، هل الجامعات الخاصة مشاريع تجارية لا هدف لأصحابها سوى جمع الأموال، أم أنها فرصة حقيقية لطلاب فقدوا فرصهم في استكمال مرحلة التعليم الجامعي بعدما كان التنسيق حائط صد بينهم وبين استكمال ما يرغبونه من التحاق بكليات؟ والسؤال الأخطر، وهو مدى جدية وآليات مراقبة جودة التعليم في تلك الجامعات، والتي بالطبع يشرف عليها وزارة التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم وغيرها من الكليات والتي يتطلب الالتحاق بها أعلى درجات في مكتب التنسيق. أسئلة كثيرة وموضوعات شائكة تتعلق بملف التعليم الجامعي وملف الجامعات والمعاهد الخاصة، فبين مؤيد ومعارض لفكرة التوسع فيها، يرى آخرون أن الأهم هو مراقبة جودة العملية التعليمية في تلك الجامعات والتي تحدد نجاح التجربة. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.